اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. إن غاية المرأة الأولى في حياتها أن تصل مع زوجها إلى مرتبة من الحب لم تصلها أي امرأة أخرى في هذه الحياة، هذه في الحياة الدنيا التي نحن نعيشها، ما بالك عندما تموت الزوجة ويبقى الزوج يحبها ويبقى الزوج مخلصا لها، وليس ذلك فحسب، إنما تبقى معه حتى بعد الموت، ليس بروحها وإنما بجسدها أيضا. كيف؟ لابد أني أثرت لديكم الكثير من التساؤلات، من هذا الذي يرضى بالاحتفاظ بزوجته بعد موتها؟ الكثير منكم الآن يقولون كم أتمنى أن تموت وأرميها في تلك الحفرة وأرمي فوقها التراب وأتخلص منها. لا أعزائي المستمعين والمستمعات، صاحب هذه القصة مختلف عنك تماما ولا يفكر بطريقتك التي تفكر بها أبدا أبدا، على العكس، ويرفض أن يجعل جسد زوجته تحت الأرض يأكله الدود وتبقى بعيدة عنه. إنه يحبها حبا جما. هذا الشخص أمريكي متزوج من أمريكي أيضا مثله، وكان يحبها حبا جنونيا فاق حتى حب روميو لجولييت أو قيس لليلى أو عنترة لعبلة أو من تلك الأمور. لم ينجب منها الأطفال، ولكنه كان يعيش في كل لحظة معها قصة حب لم يعيشها أي رجل مع زوجته، ولكن مرضا خبيثا تسلل إلى جسدها وبدأ يفتك به تماما كما يفتك السوس في الخشب، فماتت وهي ما تزال في ريعان الشباب، بالكاد أكملت 35 عاما. بكى كثيرا في أحضان زوجته الميت ورفض أن يلمسها أي شخص آخر سواه، وعلى الرغم من أن جسدها كان ضعيفا ونحيلا ويبدو تعب على وجهها من شدة ما قاست مع المرض قبل وفاتها، إلا أنه كان يقول أنها أجمل امرأة في هذا العالم كله، وكان قد صرف نصف ثروته على علاجها بمساعدة التأمين الصحي، وبقي لديه مبلغ مادي جيد تقريبا 30,000 دولار أمريكي ما زال يحتفظ بها من عمله وعمل زوجته ومن الحوافز التي كان يأخذها. إذ به يقرر فكرة غريبة وعجيبة لم يسبقه إليها رجل، وأنا متأكدة من ذلك، ألا وهي أن لا يدفن زوجته تحت الأرض وأن تبقى زوجته معه 24 ساعة في المنزل. كيف استطاع هذا الرجل الأمريكي أن يأخذ حكما قضائيا من المحكمة بالاحتفاظ بجثة زوجته في المنزل وأن لا يدفنها؟ القانون لا يمنع ذلك، ليس هنالك قانون يجبر الإنسان في أمريكا على أن يدفن ميته تحت الأرض، هذا ما فهمه ذلك الرجل من الدستور، فأصدر حكما من المحكمة حتى لا يتطاول عليه أحد بأنه يستطيع الاحتفاظ بزوجته داخل المنزل، وأتى بفريق طبي متخصص بالتحنيط وقال لهم أريد منكم أن تسحبوا السوائل التي قد تكون سببا في تعف جثة زوجتي، ومن تلك الأمور أريدها أن تبقى كما هي في أمور تحنيطية من نوع خاص، وانتهى النقاش من أنهم سيأخذون شيئا من أمعائها، سيأخذون شيئا من الأشياء الداخلية، ويبقى الجسد الخارجي كما هو تماما تماما. والمفارقة هنا أنه استعان ببعض أشخاص من مصنع الزجاج، حيث قام بصنع طاولة على حجم زوجته تماما، طاولة زجاجية بعرضها تماما كما نرى في أفلام الكرتون في سنو وايت عندما وضعها الأقدام في قالب زجاجي، نفس القالب لكن وضع به زوجته بعد تحنيطها وحقنها بسوائل تمنع تحفنها وتمنع أيضا تلف الجثة، وليس ذلك فحسب، وإنما أفرغ الهواء من ذلك من تلك الطاولة الزجاجية وأدخل خراطيم معينة تقوم على تبريد تلك الطاولة وجعل الجثة دائما في حالة برودة معينة وتجعلها تحتفظ بهيكلها وشكلها الكامل، وجعلها ترتدي أجمل قطعة ملابس كان هو دائما يحب أن ترتديه له عندما كان على قيد الحياة، وجعلها طاولة كبيرة وجعل بجوارها ورود، وأيضا ألبسها الحلي التي كانت تلبسها وأغمض لها عيناها وجعلها بطريقة أو بأخرى تبتسم. بعد عند عملية التحنيط بدأ يأكل ويشرب ويتفرج على التلفاز بجوار تلك طاولة التي بها زوجته، وكان في الغالب عندما يشعر بالملل البسيط يبدأ يتجاذب معها أطراف الحديث عن حياتهم السابقة أو أنه فعل ذلك
في هذا اليوم أو أنه حدث معه ذلك الأمر مع المسؤول في العمل. ومن تلك الأمور فبدأ الناس في المنطقة يقولون عنه مجنون، وبدأ الناس لا يرغبون بالقدوم إلى منزله أو زيارته، وخصوصا أنه يرفض أن يجلس في أي مكان إلا بجوار هذه الطاولة التي تمددت بها زوجتها. وكان الناس يخافون كثيرا من صورة جثتها، إلا القليل القليل النادر ممن كانوا يعتقدون أنه شديد الحب والإخلاص لزوجته وأنهم اعتادوا عليه وعلى فكرته كانوا يزورونه ولا يخافون من تلك الجثة الممددة على شكل الطاولة. هو مجنون، هو عاقل، هو عاشق، هو حبيب، لا أعرف ماذا أصفه بالنهاية، ولكنه يرفض يجعل الطرف الآخر بعيدا عن ليس ذلك فحسب. هو لم يفكر بإقامة أي علاقة مع أي امرأة أخرى، بل على العكس عندما يحتاج إلى مثل تلك الأمور يحاول أن ينام فوق طاولة بعد أن يسرد ذكريات طويلة مع زوجته الحبيبة، ويقول بأنه يرتاح كثيرا ويشعر أن ما كان يريده حدث له مع زوجته وأنه مرتاح كثيرا وليس ذلك فحسب. هو يظن أن المنزل مليء بالروحانية ومليء بالحب لأن زوجته ما زالت معه. القصة غريبة وعجيبة، كما يقولون الجنون فنون. نحن كمسلمين بالتأكيد لن نقوم بتحنيط زوجاتنا في المنزل على شكل طاولة أو حتى على شكل لوحة، أو حتى يقوم أحدهم بوضعها بالفريزر وكلما اشتاق لها فتحها ونظر إليها. هذه الفكرة ملغية تماما نحن عندنا العرب، والحقيقة إنما أوردتها كوني تغرب من تصرف بعض الغرب بالحب على عكسنا نحن العرب بالحب. الغالب ربما يسمع الزوج زوجته وهي على قيد الحياة بأن يقول لها متى تموتين وأرتاح منك، وربما وهي على قيد الحياة يجعلها تموت 100 مرة قبل أن تزهق روحها. لماذا نفتقد الحب في حياتنا اليومية نحن العرب؟ لماذا نحن لم نتعلم كيف نحب بعضنا البعض، ولا سيما الزوج زوجة أو حتى الابن والأم؟ حتى علاقاتنا مع أولادنا تراها ينقصها الكثير من الحب. لا أطالب الناس بأن يفعل كما فعل هذا المجنون الأمريكي بحب زوجته بالتأكيد، ولكني أطلب منكم أن تأخذوا الفكرة الأساسية. ووصل لمرحلة في الحب نحن لم نصلها بعد بين بعضنا البعض في علاقاتنا الاجتماعية. ما رأيك بتصرف ذلك الأمريكي المحب؟ هل تفكر عزيزي المستمع بأن تجعل من زوجتك طاولة في المنزل أو لوحة فنية في المنزل بعد أن تموت، أم أنك لا ترغب أبدا برؤية وجهها بعد أن تموت؟ رأيكم يهمني كثيرا، ليس فقط سؤال موجه للنساء للرجال وإنما أيضا للنساء. هل تحبين أن تحتفظين بزوجك بعد أن يموت؟ إن أعجبك المقطع فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب. إن لم تكن مشتركا في قناتي فإن أدعوك إلى الاشتراك، وإن كنت مشتركا تعليقك يهمني كثيرا، فأنا أحب أن آتي بالغريب والعجيب على الجميع يتعلموا دروسا من كل مكان. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.